سيتم كذلك تسليم كأس العرش لعميد فريق صفا أكادير لكرة القدم داخل القاعة. فريق صفا أكادير الذي توج في البطولة، والآن تتويج فريق الجيش الملكي بكأس العرش الموسم 2020-2021، والعميد فاطمة الزهراء تهنوس تتسلم الكأس. والفائز بكأس العرش الموسم 2021-2022 فريق نهضة مكان، يتسلم الكأس عميد الفريق يوسف الطير. هنيئا إذا لفريق نهضة مكان على التتويج بعد تفوق في المباراة النهائية بهدف واحد فقط للشيء بعد شوطين إضافيين. شكرا لكم على حضور المباراة النهائية لكأس العرش والتجمع بين الفريقين الرجاء الرجوي ونهضة بركان، على أمل اللقاء بكم في مواعيد أخرى إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.